وهذه التصويره ديال البنت مسكينه غير شوفها فيها قبل ما تموت. الشباب ان فيستيفال سون بابيل. اول حاجه غادي نقول الكلمه ديالي غادي نشكر الوزير الشاب وزير الشباب والتواصل والثقافه لانه كيسهر على مجموعه من الانشطه الثقافيه ماشي غير في المغرب في مجموعه من المدن المغربيه وكيحاول ما امكن بانه يقرب الثقافه والفن من الجمهور المغربي لانه كيشجع ديما واقف بجنب الثقافه. وقبل ما نقول الكلمه ديالي غادي ننادي على السي عبد الكبير الركاكنا نائب رئيس المهرجان نهار هورا وممثل وسلاوي دابا بعجاله غادي نقول لكم القضيه على ديال مهرجان سينما الشاطئ بالهروره دار في 2016 مجموعه من الممثلين والمخرجين اللي سهروا على هذا المهرجان وكان في الدوره ديالو الرابعه من 2016 كان مهرجان على البحر في سيد العابد وكانت الامنيه ديالي ان هذا المهرجان انه يتعمم في مجموعه من المناطق في المغرب يعني اي واحد ممكن يدير مهرجان الشاطئ وانه يقرب الناس اللي على المدن الشاطئيه والبحريه باش يشوفوا السينما سوميغ يعني بلا حيوط. دونك وكانت هذه الفكره هذه للاسف انني ما قدرتش نكمل الدوره الخامسه كنت مشغول بالفيلم ديالي السينمائي دونك ما قدرتش نكملها والوزاره تبنات هذا المشروع هذا ودار هنا بين جوج المدن التاريخيه كبيره اللي هي سلا والرباط. كنشكر السايرين سي بن يعقوب سي بريطال السيد الوزير السيد الوالي السيد العمده دونك مجموعه من الناس اللي وقفوا على هذه الانشطه الثقافيه وكنقول يا ربي هذا المهرجان هذا نشوفوه في مجموعه من المدن الداخله في الحسيمه في الناظور ويبقى ديما. ولكن مهرجان ضروره العام الجاي ان شاء الله غتشوفوه في الدوره الخامسه ديالو ونعطي الكلمه لعبد الكبير الركاكنا. السلام عليكم. ما سمعتش مزيان. جمعية ديال سيني بلاج اننا نشوفوا هذا الجمهور تيتمتع بالسينما المغربيه والسينما الافريقيه فمرحبا بكم مره اخرى ونخليكم تتمتعوا مع الفيلم المغربي. شكرا شكرا سبقة على استاذ الركاكنا. اذا غير واحد الكلمه بسيطه جدا نسيتها وهو ان التنظيم ديال هذه التظاهره كلها ومن هذه الانشطه اللي كتضم عدد كبير من الاشخاص وفضاءات عموميه ما كيمكن لها تتم في ظروف جيده الا بفضل الدعم وبفضل المساعده وبفضل الامن اللي متوفر فيها. وهذه فرصه الله يخليكم وكنطلب منكم تصفقوا معايا على رجال الامن الوطني والرجال ديال القوات المساعده وديال الوقايه المدنيه اللي معانا في جميع التظاهرات واللي كيدعمونا وحنا كنمشيو وهما كيبقاو هنايا متبعينا وهما كيديروا العمل ديالهم فشكرا لهم وفرجه ممتعه. الحجه الحجه ديال الحجه سالوبار اجي قولي لي انت زعما بلي غتمشي مشي زعما البارح اخويا جل الله يزيد واخا اخويا انا معاك اجي شفنا هاد المصيبات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma